السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس كتير كل ما انزل مثلا صورة او بوست او فيديو معايا انا وبيبا اليوم يدخلوا مين بيبا دي؟ اختك؟ بنتك؟ طب هي قاعدة معاكوا ليه؟ طب انت بتتصرفي معاها ازاي؟ اوبا، هو انت مرات ابوها؟ يا جدعان بالراحة. بناء على طلبات ناس كتير قوي بعتولي رسائل، انا عايزه اقول لكم ان هم لو كانوا بعتولي يسالوني في حاجه تخصهم ما كانوش هيبقوا بيستميتوا قوي كده علشان يعرفوا ايه علاقتي بالبنت وبعملها ازاي وباباها بيعاملنا ازاي والحاجات دي. طيب بصوا، هختصر لكم الموضوع وهحاول ان اريح شويه منكم. مين هي بيبا؟ بيبا دي بنت زوجي، عندها كام سنه؟ ان شاء الله هتكمل 12 سنه، يعني الشهر اللي جاي او اللي بعديه 12 سنه. جت قاعدة معاكي من امتى؟ قاعدة معايا حوالي من 9 شهور. بتتعاملي معاها ازاي؟ دي حاجة مركبة علشان اشرحها، يعني هاخد وقت شوية. بصوا، اول ما البنت جت تقعد عندي زيها زي اي حد في الحياة، شايف ان دي مرات باباها، مش متقبل الشخص، ما كانش فيه تقبل نهائي منها ليا، وبناء عليه كان ليا شويه استراتيجيات معاها كده، بحيث ان هو انا امر واقع في حياتك مش هتغير. اول ما جت عندنا اتكلمت معاها بالراحه، حسيت انها مش متقبله الموضوع، وزي اي طفل بيبقى ساعات بيحاول يتمرد، فالصدمه جت من هنا بقى. انا امر واقع في حياتك، شئتي ام ابيتي مش هتغير، انا مش طالبه ان انت تحبيني، لكن فرض عليكي تحترميني. الكلمة اللي هقولها مش هكررها، هفهم مرة واثنين وتلاتة، لو لقيت العكس هيبقى فيه عقاب. ما بضربش، ما مثلا ما بهنش، ولكن ممكن صوتي يعلى جامد، مش هقول لكم قليل، جامد. بيبقى فيه عقابات تانية بالحاجات اللي انا بشوفها او بالاهتمامات اللي هي بتعملها بتعاقب عليها. العقاب بيكون على قد الفعل اكيد. بتحبيها ولا لا؟ طبعا انا بحبها، طفله وبنت زوجي وكويسه مش وحشه معايا. برضو من الاسئله اللي انتوا سالتوها لي، هي مش قاعده مع مامتها ليه؟ والله بصوا، دي حاجه شخصيه انا مش هجاوب عليها، لكن انا هقول لكم على حاجه. لو اي حد في نفس موقفي، الموضوع بيكون مقسوم نصين. لو حد هيسالني انا مثلا قعد البنت او الولد مع بابا ولا مامته، والله الموضوع مقسوم نصين، شوف هي مياله لمين او هو ميال لمين، وشوف السن بيقتدي ايه. يعني السن بتاع الطفل نفسه، انا مش بتكلم على البنت دلوقتي، بتكلم على اللي هيسالني، لان في كذا سؤال. طب انت بناء على تجربتك اخد الولد ولا اوديه لبابا؟ والله هو عنده كام سنه؟ هو ميال ليكي ولا لا؟ هتقدري تسيطري عليه ولا لا؟ غالبا في هيجي عليكي سن للطفل هيبقى محتاج ان هو يكون في رابط في حياته، وحد مش هقول لكم ان هو جديد، ولكن حد يعرف يسيطر عليه. من هنا احنا بنشوف الامور، وبعدين هي بتبقى اتفاقات في الاخر، يعني سواء الاب والام بيبقى اتفاقات الطفل حابب يقعد مع مين، او انا ظروفي تسمح ان انا اخد الطفل ولا لا، او دي حاجه مش بتاعتنا دلوقتي. ليه ما بقيتيش تنزلي صور ليها من ساعه ما خلفتي؟ لا ده كمان كلام ملوش لازمه، وكلام ممكن يعمل خلافات ما بيني وما بين البنت، خلافات ما بيني وما بين زوجي، ولكن انا ما بهتمش، هم كمان ما بيهتموش، لان هم بيشوفوا حاجات كتير قوي يعني على السوشيال ميديا في الكومنتس والكلام ده. انا بتصور معها عادي وبنزل عادي والدنيا مفيش اي مشكله، ولكن انا لما الجديد بس عليكم ان انتوا بتشوفوا صور كتير او فيديوهات كتير للبيبي، مش اكتر يعني. انا بقى كل ثانيتين بصوره، لكن هي كل ما بنخرج او كل ما يكون في حاجه تقتضي التصوير بنصور عادي وبنزل عادي، ده الطبيعي عادي. معاملتي اتغيرت ليها؟ لا خالص، معاملتي ما اتغيرتش، بالعكس انا معاملتي بقت احسن من الاول بكتير، وانا حاسه بكده. هي الاول ما كانتش وحشه خالص، انا مش بقول كده عشان حاجه، ولكن لان انا واحده ناضجه وعارفه ازاي اتعامل مع طفل. معاملتي بقت كويسه في حاجات كتير، زي ايه مثلا؟ احاول افتكر لكم زي ايه. يعني مثلا لما كانت بتعمل حاجه انا شايفاها حاجه كبيره قوي وام طبيعيه ممكن تعاقب عليها، انا ما بقتش اعاقب، بقيت اتكلم بالراحه. ليه؟ لان انا مش عايزاها تحس ان في تفريق، حتى لو انا كنت على حق.
بمهد معاها الامور الاول. ايه تاني كنتوا سألتوني؟ ايه تاني بتسألوا انتوا في حاجات مالكمش فيها بس انا بحب اجاوب، يعني ما انا كنتش اجاوب على حد، بس عشان لقيت كتير قوي وناس قريبة مني، ناس اعرفها قالوا طب ما تطلعي احنا عايزين نعرف، مع انهم كنت ممكن اقول لهم يعني على الخاص مفيش مشكلة. خلصت الموضوع. حد سألني طب انت شايفة فيه مشكلة ولا لا؟ انا مش بحب اكذب. في اول اول ما جت قبل ما تيجي انا كنت معترضة على حتة معينة، مش عارفة ليه اعترضت عليها، خفت جدا ان انا معرفش اتحكم او اسيطر في مدى الود اللي ما بيننا، لسبب لان انا شخصيتي شديده والبنت مش واخده عليا، وانا ما بحبش الكلمه اللي اقولها يبقى ليها تكرار. فطبيعي ان لو انت عملت ايه مع حد انت مش باباه او مامته هيبقى الموضوع بحساسيه شويه، بس مع الوقت خلاص انا واخده الصلاحيات، بعقد براحتي، بتكلم براحتي، بهزر براحتي، بضحك براحتي، بعنف براحتي، بزعق براحتي، وقت طبعا ما نقتدي. والقصد من اعنف دي مش ان انا اضرب ولا زعق ولا هين ولا الكلام ده، لا لا، التعنيف هنا على قدر الفعل اللي هي عملته او الطفل عمله. مهم جدا ان انت تكون على قد المسؤوليه اللي انت شلتها او اتحطت عليك. مهم جدا ان انت ما تفرضش لا الحب قوي ولا العقاب قوي. انا هقول لكم على حاجه يعني خدوها كده زي روشته او زي شوية نصايح. الطفل دي قاعدة، الطفل يتكسر ويكسرك. لو كسرك ومشى كلامه عليك اعرف انك طول عمرك مش هيكون لك شخصية معاه، طول عمره مش هيخاف منك ولا هيحترمك ولا هيحبك. الخوف هنا مش ان هو يرتعب منك ويقول يا ده انا ده بابي جاي ولا مامي جاي وانا خايف بقى ويقعد يترعش، لا، الخوف اللي هو الخوف بحب والخوف بالاحترام، الخوف يخاف يزعلك، يخاف يضايقك، يخاف يعمل غلط علشان انت ما تزعلش. فالطفل يتكسره يكسرك. لو انت سمحت للطفل ان هو يعند ويمشي عنده عليك انت كده خسرت جزء مهم جدا في اساليب التعامل ما بينكم انتوا الاثنين. مفيش حاجة اسمها طفلك غلط فروح انا محوشة له عقابين مع بعض، لا، العقاب على قد الفعل في نفس الوقت، لا في افراط ولا في مبالغة ولا في تهاون. لازم العقاب يكون على قدر الفعل اللي طفلك عمله ويكون في الوقت، نفس الوقت اللي الطفل عمل فيه السلوك. ولازم تفهمه تقول له أنا بعاقبك علشان 1 2 3، ولو ما عملتش 1 2 3 أنا هديلك امتيازات، هديلك هكافئك زي ما عاقبتك هكافئك. في أساليب كتير جدا إن احنا نعرف نسيطر على غضب ولادنا. مش لازم لما الطفل يزعق أو يغضب أو يعيط كل مرة لازم نعاقبه، لا، احنا ممكن نتفهم الموضوع. أول حاجة لازم نعملها لما نلاقي الطفل بيزعق أو يعيط ان انت تحاول تحتويه وتفهمه انا فاهمك وعارف انت متضايق من ايه ومقدر غضبك، ولكن احنا في ما بيننا اسلوب تعامل لازم ما نتخطاهوش، لازم احنا الكلام يكون في حدود، انا بابي او انا مامي وانت ابني او بنتي، فلازم يكون الكلام في حدود، انت حاطط حدود ما بيننا، غضبك ما يتعداش الحدود دي، عياطك ما يتعداش الحدود دي، لان انت كده هتكون بتتعدى المسافة اللي ما بيني وما بينك وده مش مسموح. من الحاجات اللي مش مسموحة ان طفلك يعملها وقت الغضب ان هو يرمي حاجة، ان هو يكذب، ان هو يتمادى في الاسلوب او الاساليب اللي هي بتخليك تشفق عليه او حاجة، زي ان هو يفضل يتعطف ويتوسل ويعيط. طيب ما خلاص انت علمه يبقى عنده كرامة لما يجي يتكلم معاك، الحاجات دي مهمة جدا ما بين السطور، يعني لما يقعد يعيط يقعد يستحي مش عارفة مش يستحلف لك يعني يتعاطف انا مش فاكرة الكلمة، ويقعد يستعطفك ويقعد والنبي والنبي، يعني كلمة والنبي دي حرام بس انا بقول عشان دي الدارج. لا، علمه يبقى عنده كرامة، علمه يبقى عنده شخصية برضو لما يجي يتكلم معاك. وانت ايه الفرق ما بين التربية والرعاية؟ الرعاية ان انت تأكل وتشرب وتحمي وتجيب هدوم وتطبطب وتعمل، لكن التربية ان انت لما الطفل يعمل فعل تعرفه الصح من الغلط وتعرفه بدايل الغلط وتعرفه ان في سبب وعقاب. انت بتربي شخصية، بتبني سلوك وبتبني شخصية وبتبني
راجل في المستقبل، بتبني بنت في المستقبل، فلازم ان احنا كل حاجة الطفل بيعملها ناخد بالنا منها، لازم كل حاجة احنا بنعملها تكون على قدر وعي مننا، ولازم نبقى عارفين ان الحاجة اللي احنا بنعملها دي طفلنا ياخدها. شتمت هيشتم، زعقت هيزعق، قلت كلمة حلوة هيقول كلمة حلوة. هنرجع لمرجوعنا عشان انا مش عارفة ليه تفرعت. الناس اللي جت سألتني وقالت لي طيب هل البنت دلوقتي بتسمع كلامك ولا بتاخد كلامك وما بتسمعوش وبتسمع كلام باباها؟ ده سؤال اتسأل لي برضه. طيب انا هقول لكم على حاجه عشان اكون منصفه. اي طفل بغض النظر ان انا مرات اب او ام، انا حطيت اول طوبه في البنيان اللي انا عايزه ابنيه معاها، اللي بيحدد ده بعد كده باباها. يعني لو هو مش مديني صلاحيه ان انا اعاقب مثلا وقت الغضب، تفتكروا هي هتحترمني؟ تفتكروا انا هيبقى ليا كلام عليها؟ لا طبعا، وده غلط، يعني غلط ليه هو قبل ما يبقى ليا انا، لان دي في الاخر هي دي امانه عندي، لكن في الاخر هو برضو سواء بنتي او بنته او عيالي او عياله، فهو الاب، هو اللي هيشيل كل الليله في الاخر بتاعتي انا، هم بتاعت كل الاطفال اللي هيجيبهم ان شاء الله. الموضوع ما بيننا مش خوف، الموضوع ما بيننا احترام وحب، بالعكس احنا بنهزر كتير جدا وبنلعب، بس مفيش هزار بالايد، مفيش هزار بتطول، مفيش هزار بالفاظ، مفيش هزار بتشبيه، مفيش هزار ان انا اجي على حريه غيري. احنا الهزار ما بيننا برضو مقنن زي اي ام. مفيش حاجه اسمها عندي مرات اب، لان انا لو اتعامل كمرات اب معاها انا نفسي مش هعرف اتعامل. يعني انت ايه اللي بيخليك تتعامل مع الطفل او مع اي حد؟ الطريقه اللي بتديها له بترد لك تاني، الاحساس اللي بتديه له بتاخده انت، فليه يبقى فيه مشاحنات؟ انا مش شايفه ان الموضوع فيه مشكله خالص. كل واحده سالتني ده انا حد متقدم لي وعنده ولد او عنده بنت او عنده عيال او مش عارفه ايه، شوفي ظروفك هتقدر تستحملي ولا لا، ظروفه هو مناسبه معاكي ولا لا، مش لازم تبقى في قاعده ثابته، لا ما خدش واحد بعياله، لا ما تاخديش واحد كان متجوز، لا ما وانت ما تاخدش واحده كانت متجوزه، ما تاخدش واحده بعيالها. يا جماعه والله الدنيا ابسط من كده بكتير. حاولوا بس انتوا تعرفوا تتعاملوا. اي علاقه في الاول بتبقى فيها مشاحنات، اي علاقه بتبقى صعبه، اي علاقه بتبقى الدنيا مكربسه عليكم شويه لغايه لما تاخدوا على بعض. حاولوا تاخدوا على بعض بالراحه، ما تأزموش الامور، ما تتهاونوش في الصح والغلط. اهم حاجه بلاش ان انتوا علشان تجتذبوا الطرف التاني تتنازلوا تتنازلوا تتنازلوا. التنازل ده ما بيخليش الاحترام موجود ما بينكم، واي علاقه برضو اساسها الاحترام. فحاولوا اول حاجه تتقوا الله وتتبعوا الاساليب الصحيحه في التربيه، هترتاحوا وتريحوا. وتريحوني انا شخصيا من كتر الحالات اللي بتبقى